واهلي كمل استغفار ركان تعني ركان كان خلتني اخر شيء يا مرحبا يا ركان يا هلا والله مساك بخير الله يسلمك شمورك يا ربي لك مساك مرتاح الحمد لله شهر تقريبا اي نعم كل يوم انت داقس في السياره وجاي العماريه لو رجعت بك الايام بتعيد التجربه بالعكس سيده مره مرتين ثلاث من الشباب اللي خدمك تقول هذا خدمني خدمه لن انساها له الجميع خدم لكن أكيد. الاقرب والله بالعكس الشباب كلهم ما قصروا يعني ولكن ابو بكر ممكن هو اقرب الناس لي تقريبا يعني وبالعكس الشباب كلهم ما قصروا بيض الله وجههم جميع وانا صراحه جدا جدا سعيد اني يعني دخلت في المجموعه هذه وكل واحد ان شاء الله يتنافس بالموهبة يعني بالموهبة اللي عنده متأهل او غير متأهل نقول ان شاء الله يا رب ان يزينه ونتأهل ونبيض الوجه ركان مجموع نقاطك 7500 ليش والله شوف اخر فقره كانت يوم الاربعاء عند احمد عبد الرحيم احمد رحيم رحيم نعم نعم المسابقه اي نعم فكنت انا اخر الناس واختار سته فبقيت لحالي انا برا فالشباب كلهم خشوا ولا المسابقه الا انا لكن بالاخير كلمت اخوي حاتم وبيض الله وجهه ما قصر دخل التحدي والمسابقه هذه لكن ما حلفنا الحظ في النقاط فاخذنا تقريبا يمكن 1000 و1300 تقريبا يعني سبب في خروجك حاتم لا لا بالعكس لا بالعكس بيض الله وجه حاتم ما قصر يعني يمكن لو دخلت المسابقه انت كانت فرقت درجاتك والله يعني ارزاق بيد الله سبحانه الله يسامحك يا حاتم الفريدي لا ركان استودعناك الله سبحانه وتعالى وبارك التوفيق امين يا رب الحمد لله خير اللهم لك الحمد لحظات